Dewan Hakim yang terhormat, inilah peserta dengan nomor urut tampil 23 dari Tanah Bumbu atas nama Muhammad Jainal Muhlis akan membacakan surah Yunus ayat 93 halaman 198. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا
Sadaqallahul Azim. Baik pemirsa.